مين هو؟ ايوه انا. في ايه حضرتك؟ تشوف البيت. طب عايز افهم بس حصل ايه؟ راشد فين؟ لا لا ماما ما اعرفش. تعرفيش؟ في تون؟ ايوه يا بيه انا خير. تعالي لي بقى كده حلوه، تعالي خير، تعالي شويه، خير في نفسك. راشد فين؟ ما اعرفش عنه حاجه يا بيه. وما دام ما تعرفيش بقيت بره بيتك ليه؟ اصل راشد يبقى جوز اختي. اختي عسليه ضربني يا بيه، اقعد له سبت الحارة وجيت عند غنوة. ما تحوريش يا بنت، احصل عليا النعمة. انا لبسك عليا ده دم وانت واقفة، انت سامعة؟ سامعة. راشد كان معاك امبارح وخارجين انتوا الاتنين من الكاميرين بالليل سوا، حصل؟ ما حصلش. باشا راشد كان عندي هنا وانا طردته الساعة 2 بالليل ومشي. طردتيه راح فين؟ والله العظيم ما اعرف. بس كده بقى نروح الاسم كلنا وهناك بقى نتكلم براحتنا. نروح الاسم ليه يا بيه؟ تسلم على بعض. والله احنا ما عملنا حاجه، انا ما عملتش وحياه ربنا ما عملنا حاجه. بسرعه. طب اغير هدومي يا بيه، استر نفسي. طب يلا يا اخي انتوا بسرعه. اللي انت بتقوليه ده لما يسالوك عن راشد قولي ما اعرفش. ما اعرفش ازاي؟ هيبهدلونا في الاسم دول، ودي جزاتي علشان شلتكم عندي في البيت. الله يخرب بيوتكم. بتعالى يا اخي انتوا بتعملوا ايه؟ حاضر. الله يختم التوعية، ما تقلبوش في الحارة، العربية على طول. يلا. انا كلمتك انا بغني وتبوح بالسر ليه وانا سرك كتمتولك وخاين العيش يا ربي. لو اتغنيت تاني علي هات على سيرك. فاهم علي؟ علي انت بتعمل ايه؟ اوعى يا جدع انت سيبه الواد هيموت في ايدك. معلش معلش يا كمان والله ما كلمته. معلش يا اخي الله زميله مزنوق. الله معلش ما تطمنش على اهل بيته بقاله فتره. ايه يا علي؟ ايه يا علي؟ تعال الواد ما عملتش حاجه يا اخي. لا في استهدى بالله استهدى بالله. هو عمل ايه عشان ده كله؟ بس بقى يا ابني بقى خلاص اسكت. ايه مفيش اخبار برضه عن الجماعه اللي بره؟ مفيش. لا خير ولا شر؟ لا 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 الله معلش معلش ربنا يطمنك يا الله. يا بنت طمنيني عليك، ليلتك عدت تمام؟ يا بنت اتكلمي وريحيني. ما تتكلمي بقى. اقول لك ايه بس يا حاج، ده انا امبارح كنت هموت من الخوف وربنا كان باين عليكي. طب عارفه والله انا ما نمت طول الليل من قلقي عليكي. اه بس امانه الله يا حاج محروس ده طلع طيب وابن حلال قوي. الا قولي لي هي مراته بقى لها قد ايه ميته؟ بقى لها كده يجي سنتين وعارفه من ساعتها ما شمش ريحه ست.
بس بقول لك ايه، محروس جوزك ده ايده سايبه، انا مربياه وعارفاه. عارفه ده لو كان وقع روحه كان زمانه بنى عماره. اه ما هو باين، الله اكبر عليه، ده كريم قوي. بس لازم بقى تاخدي بالك منه. اه انت سنه والتانيه هيبقى عندك عيل ولا عيلين، رتبي حياتك بقى يا حبيبتي. على مهلك عليا شويه يا حاج، انا ما اتجوزتش قبل كده يعني عشان نعرف اللي المفروض واللي مش مفروض يتعمل. انت بس فهميني وانا هنفس. هقولك بص يا حلو، احنا عايشين معاك لحظه بلحظه متابعينك وعارفين كل حاجه عنك، فاحسن لك ما تنكريش. بقى مره ما كانوا عندك في البيت ونزلت اتمشيت في الحارة بعد ما الونش اتقتل. ايوه يا باشا، ما هما كانوا عندي علشان فيتهم صاحبتي وانا كنت بضيفهم، وهما لما بعتوني الحارة انا سمعت كلامهم ورحت، بس والله العظيم ما كنت اعرف فيه ايه، وهو ده كل اللي حصل. اللهم طولك يا روح. يا حلوين، هتقوله ولا مش هتقوله؟ والله العظيم عجبك؟ بص بقى يا فتوم، هتقولي راشد فين؟ هروحك من هنا وهنبقى حبايب. هتلفي وتدوري؟ هلبسك قضية قتل الونش، والناس كلها كده كده شايفاكوا رايحين جايين وعارفة الخناقة والسياح اللي كانت بينكم. هو أي واحد يترزل على واحدة وبتقتله؟ والله العظيم يا بيه ما أعرف حاجة عن راشد. طب هو امبارح كان عند خن، انا كرشته. اه تظهر عليكوا وهتلكوا كتير. بقول لك يا احمد بيه، قمر يا باشا، شايف المزتين الجامدين دول؟ اكيد عايزك تروقهم لي وسمعني اللحن يا باشا. اعتبره حصل. يلا يا حلوه انت وين؟ لا يا باشا بص انا يلا. لا يا فتون هتكلم. بص يا باشا، لما راشد وفتون كانوا عندي انا سمعتهم بيتكلموا، وكانت فتون بتسأل راشد على موضوع قتل الونش. بس بصراحة والله العظيم اللي أنا فهمته إن فتون ما تعرفش حاجة عن الموضوع ده، وكمان اتكلموا عن واحد اسمه الحسن. تقريبا كده اللي فهمته إن راشد قتله بجد. الحسن ده يبقى خطيب عسلية أخت فتون، وأنا والله ده كل اللي أعرفه. والنبي يا باشا عايزة أروح. إيه روح ما بعدك روح بقى. الله يخرب بيتك. تمام حلو قوي كده.